غزل البنات أو شعر البنات هي من الحلويات الرمضانية الشهيرة الخاصة بمدينة حلب، حيث لا تحلو سهرات شهر رمضان بالنسبة لكثيرين إلا بوجود هذا العنصر الجميل على مائدتهم. هي أكلة غزل البنات حلبية، هي عمرها أكثر من 500 سنة، هي مشهورة هون بس بحلب، غير محافظات غير مشهورة. حلويات غزل البنات في شهر رمضان المبارك صلى قديم الأزل، يعني هي من تاريخ جدودنا قديمة كثير. أنا والدي كان قبل مني في ألمانيا ونحن صلنا عمر فيها، يعني كنا قديمة بباب الفرج، أي تراث قديم كثير من قديم. يعني هي مشهورة بشهر رمضان ومع أهل حلب؟ مشهورة في شهر رمضان المبارك في شهر رمضان، نعم بحلب فقط صنعوها. يعود تسمية غزل البنات إلى فتاتان قامتا بصناعتهما لينطلق إلى كل أرجاء مدينة حلب. ليه سموه غزل البنات بداية؟ والله العليم إنه كان يصنعوها بنات، والله العليم ما بعرف، بس قديمة هي جدا. يعني طريقة تحضيرها، نعم على النار هنيك بطول لها شي نص ساعة، طريقة خبزة وطريقة هون غزلة كمان بطول لها شي ربع ساعة، شي ساعة إجمالا. يعني بعد كل هذه المراحل تبدأ عملية الشد والقلب من قبل 4 أشخاص حتى تصبح مثل الشعر الناعم للغاية، ومن هنا جاء الاسم شعر البنات. حالما نصل إلى هذه المرحلة تبدأ عملية أخذ القطع منها وحشيها، إما بالفستق أو القشطة أو الجوز أو جوز الهند، وذلك حسب الرغبة.